اوكي هايدي شيلي اجرك عن شيلوا اجريكم صبايا وشباب لانه هيدا الشيء بيساعدكم متى ترتخوا يعني اوكي جريت هلا خذوا نسيم يلا نسيم نعم يلا بدي اياكم تاخذوا نفس بليز عميق وطلعوا النفس بدي اياكم تحسوا قديش جسمكم عم يصير ارخى والستريس كله عم بيروح مع كل نفس عم بتطلعوا بس بدي اياكم تركزوا على نفسكم بدي تتخيلوا حالكم واقفين بقلب اوضه كتير كبيره بيضة كلها بيضة واذا بتطلعوا على جنبكم الشمال بتشوفوا طفل صغير عمره 4 سنين هيدا الطفل هو انتو بأول يوم كنتوا رايحين فيه على المدرسة لبسين المريول حاطين الشنطة ورايحين على المدرسة هيدا كان أول يوم تنفصلوا فيه عن أهلكم بتشوفوه شوي خيفان بدي اياكم تقربوا عليه وتغمروه وتقولوا له وتقولوا له I love you so much معلش ما في داعي للخوف لأنه في خبرة جديدة رح تتعلميها أو تتعلمها اليوم إذا بتطلعوا بهالأوضة كمان بسمين ميلة تانية رح بتشوفوا شخص عمره 10 سنين هيدا أنتو كمان هالشخص خيفان ومرعوب بدي اياكم تقربوا تحطوا عينيكم بعينين هالشخص تقولوا له I love you It's okay كتير مرات بالحياة رح تحكي وتقول رأيك أو رأيك It's okay ما في داعي للخوف كمان برموا بهالأوضة رح تسمعوا صوت بكي هيدا الصوت هو أنتو بأول يوم إلكم بالحياة في بيبي كتير صغير هيدا البيبي هو أنتو بأول يوم جيتوا فيها على هالدنيا كمان هيدا البيبي خيفان لأنه من بعد 9 أشهر ببطن أمكم جيتوا على الواقع بدي اياكم تغمروا هالطفل وتقولوا له انه انتو بتحبوه كتير بدي اياكم كمان تبرموا كمان على مطرح تاني بالأوضة وتشوفوا شخص عمره 18 سنة هيدا الشخص هو كمان أنتو لما صار عمركم 18 سنة طلعوا فيه كمان هالشخص عم يختبر اشياء جديده بالحياه خيفان كثير ومرعوب لانه حاسس انه الدنيا صعبه بدي اياكم تحطوا عينيكم بعينين هالشخص وتقولوا له انا بحبك انا بحبك اتس اوكي هيدا الخوف تعلمناه من لما كنا صغار
بس ما في داعي نخاف، الحياة حلوة ولازم نواجه الحياة بأشياء حلوة. وإذا كمان برمتوا بهالأوضة رح بتشوفوا شخص وكأنه جاي من المستقبل، هو أنتو جاي هالشخص من المستقبل من بعد ما خلص خبرة ستار أكاديمي، بس لحتى قلكن thank you thank you. أنا بشكركن لأنه عملتوا مني هيدا الإنسان الناجح اليوم. أنا جيت من المستقبل لخبركن قديش أنتو عملتوا مني إنسان ناجح وإنسان حلو. كيف كانت هالرحلة؟ كتير. وأنا هلأ صار لازم روح رحلة. من جسمي. باي باي. أستاذ ميلاد نشكرك. شكرا على التذاكر. باي باي. يلا جود لك على الفيزا. اشتغلوا نسي على التيكت. باي حماد. باي حنان. باي باي. باي نسيم. باي باي.